أهلا بكم متابعين، أنا لي من سي جي تي إن العربية. وأنا رفع هزاع من سي جي تي إن العربية، أهلا وسهلا بكم متابعينا. ما زلنا في مقاطعة يونان، وهذه المرة نحن في لونغشوان، وهي محافظة لونغشوان، محافظة لونغشوان، وهي تابعة لولاية دوهونغ. ولاية دوهونغ وهي ولاية ذاتية الحكم لقوميتين، هي قومية داي وجينبو. جينبو طبعا يوجد فيها قوميات أكثر. وكم عدد القوميات في الصين؟ 56. نعم. لكن الصين كبيرة جدا، لذلك تتسع لكل هذه القوميات. نعم. أنت ترتدين الآن زي لإحدى هذه القوميات، قومية جينبو. ارتديت أنت كثير من الأزياء في السابق. نعم. أي زي تفضلين لأي قومية؟ كلها جميلة، لكل قومية زي خاص بها. صح صح صح. بعض القوميات لديها أزياء وتقاليد وعادات وحتى طعام خاص بها تنتشر على مختلف أصقاع الصين. في مختلف أصقاع الصين يعني يمكن أن تذهب من شمال الصين إلى جنوبها وتجد اختلاف كبير جدا باللهجات، بالقوميات، بالطعام، في مختلف الأشياء. لكن هنا نحن في هذه المنطقة، هذه المنطقة منطقة مدارية استوائية، يعني ممكن أن نرى أن المناخ معتدل جدا، حتى التربة ممكن تلاحظي أن لون التربة مختلف. هذه المنطقة زراعية بامتياز، يزرع فيها القطن والقهوة وقصب السكر. هذه القومية، قومية جيمبو، مختصة بزراعة قصب السكر تقريبا، هي المختصة بشكل كامل به، لذلك من شعاراتها يوجد المدية لقطع قصب السكر. لذا نحن في هذه المنطقة وهي خاصة بهذه الأقلية، طبعا مع أقليات أخرى، لكن معظمهم يعيش هنا، وهم تقريبا أعتقد عددهم يبلغ تقريبا حاليا حسب آخر الإحصائيات كان 136,000 شخص في هذه الأقلية، لكن فعلا أقلية بالنسبة لتعداد السكاني كبير جدا في الصين، هي تعتبر أقلية صغيرة، لكن ما زالت محافظة على عاداتها وتقاليدها وعلى الكثير من خصائصها المميزة. لذا ممكن أن نلمس هذه الثقافة بمختلف الأرجاء في هذه المنطقة، وأيضا حتى في عمارتهم، في ذوقهم في الطعام، في الكثير من الأشياء المختلفة. حتى هنا نرى عرضا. نعم، اسم العرض، هذا العرض هنا هو هذا العرض هنا خاص بهذه القومية، ويعني الرقص برقصة بسترة من الأجراس كما تلاحظ هناك، وكما ترتدي زميلتي لين هي سترة ثلاثة أجزاء من الرقص. نعم. لأن هذا العرض الأول يمحو يعني الرقص بسترة الأجراس. نعم. والجزء الثاني رقص صيف، الرقصة بالميديا. نعم. والجزء الثالث مو ناو زونغ. ماذا يعني هذا؟ مو ناو زونغ يعني الغناء ورقص عند اللقاء، وهو من النشاطات التقليدية القومية التي تجمع بين الأعداد ومراسم تقديم القرابين والغناء والرقص وعرض مختلف العادات والتقاليد الشعبية، تقام في ساحة مستوية بين كرة جبلية. مناو زونغ لقومية جينبو. أيضا حتى لباس مختلف قليلا عن لباسك، لأنهم يرتدون هذا ما نسميه بتنورة. طبعا حتى الحركات متناسقة ومعبرة جدا كما يمكن أن نرى. لا أعرف كم وزن هذه السترة التي يلبسونها، لكن فعلا مشاهدة هذه الرقصات ممتعة جدا. طبعا أعتقد أن هذه الرقصة الأولى خاصة بالفتيات، والرقصة الثانية أعتقد أنها خاصة بالرجال، والرقصة الثالثة مختلطة. أعتقد أن العرض المقبل سيكون عرض للرجال من هذه القومية، ثم الرقصة التالية ربما ستكون عرض مختلط. إذن لنستمتع بهذه المشاهد الجميلة.
اللي هي الرقصة الأولى، رقصة الأجراس. حركات متناسقة جدا. لا أعرف كم يستمر التدريب لهذه الرقصات، لكن أنا متأكد أنه يأخذ جهد طويل. رقصات ممتعة صح؟ نعم. تعجبك؟ نعم طبعا. ربما يجب أن تحاولين لاحقا. أريد. أوكي. أعتقد هذه الحركة متأثرة بالأكثر بالثقافة الصينية العامة، لأنها يوجد رقصة مثل هذا مشابهة شاهدتها في بكين، في إحدى أوبرات بكين، أعتقد اسمها رقصة الفراشة. تستطيعين القيام بهذا؟ واو. بسرعة. بسرعة شديدة. ممتاز جدا. طبعا لا اعرف كم وزن هذه، هل هي ثقيله؟ اعتقد ممكن اقوم هذا ايضا. هكذا. اوكي، يوجد عرض اخر نشاهد. هذا العرض الثاني صح؟ نعم. اوكي، نتابع ايضا. اذا كما توقعت هذا عرض للشباب فقط. قفزه عاليه جدا. طبعا عندما شاهدت التدريبات قبل بداية العرض حاولت أن أقوم بتقليدها قليلا، لكن أعتقد يوجد خطأ تقني صغير، لذلك حاولت القيام بهذه الحركات قليلا، لكن هم يتمتعون برشاقة كبيرة جدا. لم أستطع المتابعة. يعني حركات بسيطة لكن تحتاج لرشاقة وقوة بدنية كبيرة، عمليات القفز والحركة، اللعب بالمدية. هذه المدية هي ليست سيف، هي مدية للقطع كما قلت، قصب السكر. كما أنهم متخصصون بزراعة قصب السكر في المنطقة، لذلك هذا من أحد أهم شعاراتهم وأبرز سماتهم الثقافية، قصب السكر والمدية. لذلك ممكن أن نرى المدية حتى في بين الأعمدة المبنية وراءهم. هل ترين هذه المدية بين العمودين في الوسط؟ نعم. هذه المدية خاصة لقصب السكر. نعم. عرض جميل. Thank you.
انه خليط ما بين عرض منفرد وعرض جماعي. حتى القبعة التي يرتدونها، عفوا لا يرتدون قبعة، هم يرتدون فقط ربطة للجبين. نعم. هذا أيضا له معنى خاص لأنهم فلاحون، لذلك يعتادون التعرق في الحقل. نعم. قبعة بالنسبة لهم سوف تجعل التعرق أكبر أو أكثر، لذلك يرتدون رباط فقط على الجبين ليمتص العرق. نعم. بدون قبعة. التفاصيل في الزي التقليدي لهم دقيقة جدا وجميلة جدا. الرقص بمديتين الآن. أتمنى لو كانوا منتشرين أكثر في الصين، لأن هذه الرقصات جميلة جدا، يعني هم أقلية فقط في هذه المنطقة. رائع جدا، جميل جدا. هل تحب هذا الرقص؟ هذه الرقصة الثالثة. نعم، الآن الرقص جزء الثالث، رقص مو ناو زونغ. أوكي، إذن نتابع هذه الرقصة. نعم. طيب تودين المشاركة؟ نعم طبعا. أوكي، إذن متابعكم. تفضلي معهم. إذن زميلتي لينغ سوف ترقص معهم الآن. أنا أعرف أنها تحب الرقص، لذلك ربما لن تتحمل مشاهدتهم دون المشاركة. أيضا هو عرض مختلط ما بين الرجال والنساء. في المقدمة نجد حمالين رماح، أعتقد لأن هذا هم أما حمالين رماح أو صيادين في السابق في هذه الأقلية. أيضا بعض المشاهدين يشاركون في هذه الرقصة، يوجد بعض الجمهور أيضا هنا يشارك في الرقصة، كما نرى زميلتي الآن متحمسة جدا لهذه الرقصة. ونرى أيضا بعض الزملاء من CGTN يرقصون أيضا، يشاركون في الرقصة، زملاء من محطات أخرى. يعني الرقصة جميلة جدا، لذلك أعتقد أنهم لم يتحملوا فقط المشاهدة، لذلك كانوا يرغبون أعتقد بالرقص منذ البداية، والآن سنحت الفرصة، لأن هذه الرقصة أعتقد هي الأبسط بين الرقصات السابقة. حمالين الرماح هم الذين يتقدمون. الرقصة عسكرية نوعا ما، حتى الموسيقى عسكرية نوعا ما. هذه الرقصة تتم في ساحة خاصة لها، لأن المنطقة جبلية جدا، لذلك في هذه المنطقة من الصعب إيجاد ساحات حتى لو كانت صغيرة. أعتقد هذه الأقلية متخصصة في هذا النوع من المناطق، لذلك تعرف أين تجد هذا النوع من الساحات لإقامة الإنشاءات الخاصة بالرقص والاحتفال بأعيادهم. عيدهم بالمناسبة يحتفلون بها بعد 15 يوم بالشهر الأول من السنة القمرية الصينية، لذلك هذا العام سوف يحتفلون بعيدهم في الأول من شهر مارس.
عيدهم القومي، عيد قوميتهم. إذا قومية تشيمبو هي أقلية صينية تسكن هنا. إذا زميلتي ليينغ عادت. كيف الرقصة؟ ممتازة جدا. أتمرت. متعبة؟ شوية صعبة شوية. إذا لنوقف البث هنا. شكرا لمتابعتكم أعزائي المشاهدين. كنت معكم رافع عزاء وزميلتي ليينغ. نعم سأستمر بالرقص. كما قلت لكم هي تحب الرقص. مع السلامة. استمتعي. مع السلامة متابعينا.